أمور أنت عقا شاعر الملهم الحساس وتنشف فوجها القصايد مضربها لو الذوب في حبر القلم تحرق القرطاس وتنتج حرايق ما تطفى لها يبها ولو تطرق اسمع المعري وابو نواس تبعك وعليها وانشد وين صاحبها طوال العصر وذذعت بارد النسناس تهيض هجوسي والمواجع تقلبها أدوج الحلي وتضايق من أدنى الناس ولا داني العربان كأني محاربها أعادي من يقول أنت وش بك عسى ما باس أحس وصكت تليفونات من سطوة الهجاز اطير اكسر اجهز الهواتف واخربها لي وقت متغير ووضعي شبه منحاس الاعراض هذي يا ترى وش سبايبها انا جيل هيوى تعوذ من الوسواس يا ربي وشاكك يا من رفقتك قمت النماس لعلك بخير ووجعتي ما تجربها انا ونست لي يا خو حمد ويتم في الراس ليدويت حتى صبعي معرف احسبها الشمس وهبت يم مغربها وتثني علي اليان تهل تمرات الجلاس تجاذبني اليسا اربع واجاذبها تغيرت عقبك لين مات الرجا في الياس ونصف الهاقة وضاعت اللي هاقة تبها ما يدس ما خالبها وهو ما تعود فالمطالع بالفلاس يهو ما الثقايل والخفافي تجنبها ترى السالفة ما هي بقصة سهر وانعاس ولا دمعة احباب انت فارق حبايبها امور انت عقا شاس وتنتج حرايق ما تطفى لها يبها ولو تطرق اسمع المعري وابو نواس سباك وعليها وش دوين صاحبها وهالحين يا شيخ الفريق انا العساس وخايف بعد كابل دعوة يا واشربها وخايف بعد